دولية كبيرة وكبيرة جدا. كنعرفوا الحرب اللي كاينة الآن في المنطقة ديال أوكرانيا، التأثير على غلاء الأسعار خاصة في المجال ديال المحروقات. إذا الحكومة كان عندها برنامج اجتماعي قوي، ولكن تصادفت للأسف مع هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة اللي كيشهدها العالم. كنعرفوا ارتفاع الأسعار ما كاينش فقط في المغرب، كاين في مختلف الدول ديال العالم، دول متقدمة كتعيش إكراهات أكثر. ولكن الجميل في الأمر أن الحكومة يعني استطاعت من خلال برامج يعني هيكلية وبرامج يعني عمودية أنها تحل وتقلل من التأثيرات من خلال الدعم مثلا ديال النقل العمومي، ديال الجانب ديال المحروقات، يعني مجموعة ديال الأمور اللي خلات أن الحكومة تواجه هذه السياقات الدولية. كاين سياقات كذلك وطنية، شفنا مجموعة من الحملات للأسف مؤخرا اللي كتطالب برحيل ديال هذه الحكومة مجموعة من الأمور. كنعتقد بان احنا خصنا اليوم يكون واحد التضافر ديال الجهود ما بين كل مكونات المجتمع المغربي، لا من الحكومه لا من الاحزاب السياسيه لا من منظمه المجتمع المدني، باش يمكن المغرب يمشي للامام ونتعاونوا جميعا كل واحد من الموقع ديالو باش يمكننا. وكنعتقد بان هذه التاثيرات وهذه السياقات الدوليه فعلا اللي اثرت انها سحابه عابره، وقريبا غتعود الامور ان شاء الله للمستوى ديالها طبيعي. وان شاء الله احنا متفائلين ان الحكومه اللي حقيقه عندها السياسه ديال العمل عن قرب بعيدا عن اللغه ديال البهرجه والشعبويه. شنو هي الحلول الانيه دابا اللي ولا المستعجل المطالبه للحكومه يعني باش تجاوب على هذه الاسئله كامله؟ كما قلت لك كاين مجموعه من المخططات الاستعجاليه. ما ننساوش كذلك السياق الوطني. مؤخرا بلادنا عرفت مجموعه من الحرائق ديال الغابات. الدوله شفنا مؤخرا الدولة والحكومة والرئاسة ديال الجهة ومختلف فرقاء وزارة الفلاحة كذلك أنهم عملوا واحد الدعم استعجالي، إعادة تشجيع المنطقة، دعم العائلات المتضررة، يعني المساندة والمواكبة الاجتماعية ديال هذه العائلات في هذه المناطق. إذا شفنا اليوم أنه رغم السياقة الدولية الحكومة دائما تتدخل في الوقت المناسب وفي الوقت الاستعجالي، لأن ما كاينش وقت لنأخر خاص التدخل. وحنا داخل الحزب وداخل الشبيبه ديال التجمعيه، اللي جميل في الامر ان عندنا حتى النقد الداخلي، يعني اليوم شفنا في النقاشات في الورشات مجموعه من الشباب اللي كينتقدوا واللي كيقدموا مجموعه من الاقتراحات، مجموعه من البدائل اللي قدموا نقد ان خصنا بعض الامور نزيدوا فيها، بعض الامور اللي خصنا نغيروها، نساهموا في التسريع ديال العمليه ديال التدخل، لان اليوم المجتمع المغربي في حاجه الى كرامه وعيش افضل ان شاء الله.